النادي نمرة واحد، احنا عندنا رؤية للأجانب اللي موجودين معانا حاليا وملخصات لكل المؤتمرات حتى السابقة، يعني اللي ما قدرش ما كانش له تشانس ان هو يسافر بره مصر على مدار الفترة اللي فاتت دي كلها، هو عنده الفرصة ان في 2019 كل ما قيل تقريبا في المؤتمرات السابقة العالمية في مجال الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بيسمعوا هنا عندنا. المؤتمر متميز السنة دي، بيجتمع فيه 25 جامعة ومؤسسة علمية في مصر بتقدم خلاصة أبحاثها وخبرتها في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، بتعرضه في جلسات للمناقشة يستفيد منها الأطباء. عند أعداد الأطباء المسجلين في الحضور في المؤتمر السنة دي حوالي 3000 طبيب. احنا كان عندنا دايما فيروس سي، لما كنا بنعالج المرضى كنا مسموح لنا نعالج الناس اللي عندها التهاب كبدي وتليف في الكبد، لكن اللي أصبح التليف بتاعهم غير متوافق، أصبحت الصفرة عالية أو في ضعف في وظائف الكبد، ما كانش عندنا أدوية تسمح بعلاجهم. دلوقتي أصبح متوفر في السوق المصري عقار جديد بحباية واحدة في اليوم لمدة 12 أسبوع يقدر يعالج المرضى دول ويديهم أمل إن شاء الله في الشفاء بنسبة بتوصل ل 98%. نيكولبوفير فيلبل هو صوف فيلبا، والدواء ده لأول مرة ينزل في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. الدواء ده حاليا بيساعد في ان هو يعالج العيانين اللي ما كانش نافع ان هم يتعالجوا بالعلاجات السابقه. حضرتك عارفه ان البادره الرئاسيه تقريبا حصل فيها مسح لحوالي 60 مليون مواطن في الشهور اللي فاتت، وفي حوالي 3 مليون مواطن منهم تقريبا طلعوا مصابين بفيروس سي، معظمهم متعالج بنسب شفاء تقرب من 95-98%، لكن في مجموعه منهم من حوالي 50,000-100,000 مصاب ما كانش نافع معاهم العلاجات السابقه. نيكولبوفير فيلبا هو الدواء المناسب للعلاجات دي زي ما اعلن النهارده في المؤتمر. To improve management of the patients, so to take care of the patients. هو بيقول ان هو جاي مخصوص من فرنسا عشان يعمل شيرنج اكسبيرينس او يتبادل الخبره مع الاطباء المصريين ويدي محاضرات عن علاج الفيروسات الكبديه واكثرهم طبعا فيروس سي اللي هو مشكله كان كبيره جدا هنا في مصر، ويعمل تبادل خبرات يعني.